شلونكم متابعيني؟ شو اخباركم؟ شلون يوم اليوم معاكم؟ ان شاء الله انبسطتوا. عن نفسي انبسطت وطلعت مع اهلي واستمتعت فيه وما قصرت بحق نفسي اني اهتميت بنفسي. دائما اقول لكم يوم الجمعه خلوه حق الاهتمام بالنفس. عندكم ماسك، عندكم شغله بتسوون حق شعركم سووها. الحين بيح حق موضوع اني صدق اني انا مقله بمواضيعي لما اتكلم عنها، ولكن لما اتكلم عن الموضوع اعطيه حقه من جميع النواحي، او احط لكم اشياء برودكتس ممكن انتم تستخدمونها، وبالنهايه حريه الاختيار لكم. انا علي بس اشرح الاشياء اللي اشوفها مناسبه وحلوه وتفيد بظل وجود مليون من المنتجات اللي ما منها فايده. تكلمت عن مجاميع تساقط الشعر، وكلمنا عن اشياء فيها مينوكسيديل او اشياء مشابهه للمينوكسيديل وهي مثبته علميا اللي تحد بالتساقط سواء عند الرجال والنساء. تكلمنا عن الاجتهادات اللي صايره بمجاميع الخلايا الجذعيه، ولكن الحين احنا في فتره صيف، الشعر يجف ينشف تروح لمعته، شنو الحل؟ فصيف والشعر ينشف وينفش، واذا نشف الشعر عرفتي حق حراره يبتدي يتكسر. يعني عندنا احنا مو مشكله الحين بالتساقط اللي تكلمنا عنها وايد، عندنا مشكله شعر ما يمدي طول، يتنتف من تحت، يتقصف من تحت، مو صحي. انزين، والبنات شفتوني لما انا كنت احط عندي روتين بشرتي، انا لي طوله بال مع بشرتي، احب ادلعها. في بنات تبي اشياء سريعه، فحطيت لها خيارات حق البشره السريعه. زي شو الخيارات اللي حق الشعر سريعه وجزء من يومنا وتخلي شعرنا رطب، رطوبته حلوه، مو مزيت ومو مدهن؟ لان هذه المشكله انا ما احبها، ودائما احط لكم اشياء ما تزيت الشعر، وكذلك يكون في لمعه وصحي ودكتوره وما نبي يتنتف. الاورجو رايزنج هذه مجموعه كامله فيها ارقان وفي مستخلصات زيوت منها المورينجا، اقروا عنهم، اقروا عن الارقان واقروا عن هالزيت، مع انه هو وايد في امور. ولكن بنات او شباب، ترى انا قاعد احط لكم الافضل، قاعد انتقي لكم الافضل دائما. اللي متابعني من قبل يدري اني اعشق مجاميع الشعر، ولكن افضلها تكون من براندات ايطاليه بالدرجه الاولى، فرنسيه، اسبانيه. هذه اكثر المنتجات اللي وايد من الدول الاوروبيه اذا بنتقي تكون ذات جوده. ليش؟ لاني كتجربه وايد منتجات جربتها من هذه الديار او الدول فادتني، وكذلك تركيباتهم تكون حلوه وفيها عنايه بالمنتجات وجوده المنتج. فقلت شنو احط لهم؟ يعني ابي احط لهم شيء سريع الاستخدام بس فيه مفعول وفي تركيبه حلوه. هذه أورجو رايزنج، تذكرون يوم رحت سافرت مصر، انا من الناس، ما ادري اذا في بنات مثلي، لما سافر طبيعه شعري تغير، سبحان الله. هل هو الماي؟ هل هو لاني مثلا ما قاعده اهتم اكثر؟ ما ادري. فقمت دائما اخذ معي مجموعه من الشعر، مجموعه اهتم فيها بشعري. بس اذا بتحافظين على جمال بشرتك، انت صح تنظفينها تغسلينها بغسول يومي، في منهم يسوون سكراب نفس ما اسوي مره بالاسبوع، لكن اذا ما رطبتيها عقب ما راح تحصلين النتائج الحلوه بشرتك، ما راح تتعدل. نفس الشيء الشعر، الشعر يحتاج تنظيف، بس مو اني انظف زياده بحيث انه يصير حيل جاف. لازم يكون في مجاميع عندي معينه تناسب شعري تعطيني الاستفاده. انت مثلا تحطين مره بالاسبوع الزيت، بعدين تغسلين عدل عشان يروح الزيت، اوكي يروح، هو خذ فائده الزيت، ولكن ما تبين تنشفينه. فاستخدمي مجاميع توازن بهالامور. هذا اللي قلت لكم عنه، ترى ماخذتها معي بالسفره الاخيره لما رحت، والله العظيم ان شعري اصلا رديت من السفره شعري احلى من قبل اسافر. ليش؟ لان ظليت عليه استخدمه، استخدمته يمكن مرتين بالسفره بس بادي عليه من قبل. شنو تركيبته؟ عباره عن مستخلصات زيوت منهم الارقان وزيت المورينجا، وايد وايد. بعدين بسفره او انا بيومي مزدحمه، مالي خلق دكتوره احط ماسك، في منهم حطي ماسك هذا ساعتين، تالي حطي هذا الزيت ما ادري ايش كثر. احنا مره زيت بالاسبوع، اوكي نعمه حلو. زين انت اللي تصبغين شعرك، انت اللي تسوين تان، وهذا شنو استخدم؟ عادي، انت سوي اللي تبي تسوينه، ولكن بالنهايه استخدمي شامبو تحت الشاور، هذا جزء مو شيء اضافي، شامبو تحت الشاور هذا اللي بحط لكم اياه. بعدها انت البلسم اللي يهملونه البنات خطا وضد هالشيء، البلسم يساعد على فك التشابك. هذا البلسم كذلك في مستخلصات اللي قلتها، روعه يا بنات، هذا اللي دائما احط لكم اياه. هذا يصير نفس طريقه البلسم، هو ماسك، انت شطفت شعرك بالشامبو حلو، عقبه بانبوبه كذي راح اركب لكم اياها، راح اراويكم الطريقه سهله.
الغطاء وتحطين فيها كذي، تاخذ قليله تفردينه تحت الشاور على الشعر وهو مبلل، وتخلينه 5 دقائق على ما تنظفين جسمك، غسلي وطلعي بس. فما في شيء خذ منك وقت ولا تطلب منك مجهود وعناء، وشعرك راح يظل مترطب في لمعه في خلاصه الزيوت المهمه بدون ما يزيد. هذه مهمة لأن في بنات مثل شعري مثلا دهني حيل حساس ما يبي تركيبة فيها زيت، مو شعر جاف وهو متقصف حيل وكذي. هذه تنفع لجميع أنواع الشعر، منها تعطي ترطيب ولمعة وشي وما تزيت الشعر اللي طبيعته دهنية. فبالتالي أنت استخدمتي شامبو وهذا الطبيعي، طبعا أنت تحت الشاور تستخدمين شامبو بدال البلسم، حطي هذا الماسك عقب الشامبو 5 دقائق على ما تغسلين جسمك وشوفي النتيجة شلون راح تصير. زين طلعتي من الشاور نشفت شعرك شوي كذي، قبل لا يبتدي ينشف بشوي شنو ممكن تضيفين؟ شيء اخير بس ما راح ياخذ منك وقت، وتطلعين عاد تبي تسشورين تبي ترفعين شعرك، سوي اللي تبي تسوينه. حطي مصل هذا الشيء اللي براويكم اياه، انبوبه صغيره تحطين منها شوي كميه بيدك وتفردين على شعرك. شوفوا الحين بحطه مع اني هذه علبه الانبوله اللي احطها كاهي، شوفوها هي. طبعا جزء منها مستخدمته بالسفره والجزء اللي بقى راح اكسر معاكم واحده مع اني مستخدمه ترى، ها ما ابي اخذ شاور الحين وكذي، بس راح احط لكم وراح تشوفون ان شعري ما يدهن. كاهي شايفينها فيها كل خلاصه زيوت ولكنها غير زيتيه، نفس الماي اصلا على ايدي تنشف. فاحطها واوزعها على كامل شعري، طبعا لازم يكون مناشف بالكامل كذي، يكون شوي في رطوبه. توش طالعه من الشاور خلاص، انت سويتي الخطوات اللي بالشاور اللي اساسا ما تاخذ منك وقت، شامبو مع ماسكك هذا وشطفتي شعرك، طلعتي نشفتي شويه بالفوطه، تحطين شويه جزء من هذه الانبوله تخضينها، عباره عن مصل راح تشوفونه مو زيتي، تسوين كذي وتمشين فيه. روعه المجموعه يا بنات، روعه، راح تشوفون ايش كثر تعطي لمعه وتحافظ على اطراف الشعر وتساعد ان الشعر ما يكون جاف ويكون في حيويه. يعني البنات شو اللي يخليهم ينشفون الشعر حيل؟ ينشفون الشعر حيل بالشامبو، تالي يروحون ما يحطون حتى اي شيء ترطيبي، ترى عادي الشعر نفس البشره يحتاج ترطيب، ولكن رطبيه باشياء ما تزيد شعرك. انت رطبتي روحي عاد سشوري تبي تسوين اللي تسوينه. السشوار انا مو معاه دائما انك لازم كل مره تسشور، ولكن في بنات ما يستغنون عنه، فبالتالي اقل الاضرار تستخدم شيء يرطب شعرها، فهي مستفيده. وهذه المجموعه جدا رائعه، انا تشوفوني مقله ما احط وايد اشياء، ولكن لما احط لكم شيء تاكدوا انه حلو جدا. وهذه المجموعه اساسا فادتني، انا قاعد اتكلم لكم عن مجاميع من واقع تجربه، وهذه البراند ترى ايطاليه وايد حلوه، تكلمت من قبل عن الخلايا الجذعيه عندها كمجتهدين ومسوين اشياء حلوه ووايد انفعت بنات وعليها فيدباك وايد قوي، فانا اتكلم عن كذا فيدباك واتكلم عن اجتهادات، في اشياء مثبته علميا وفي اشياء نسميها اجتهادات علميه، وزيت الارجان متكلمين عنه حتى بمؤتمرات جلديه دائما اقول. شوفوا بنات هذا الشامبو، هذا حتى بالسفر اخذته معي كاهو، ارجو رايزنج يعني ارجان مع الاورايزنج، هي البراند نفسها الايطاليه مالت خلاصه فائده الزيوت، ما راح تلقونه زيتي نهائي. انا ما احب الاشياء الزيتيه الا اذا كان ماسك حمام زيتي اسويه مره بالاسبوع. تمام خلصتي من الشامبو تحت الشاور تحطين هذا كاهو، لا شوفوا نفس الراس الصغير تركبين عليه وتاخذين منه كميه وتوزعينه على شعرك 5 دقائق، هذا اللي دائما تشوفوني احطه واستخدمه. شفتوه؟ تحطينه ماسك وانتي بالشاور شعرك مبلل، تحطينه توزعينه على كامل الشعر بعيد عن الجذور، تخلينه 5 دقائق على ما تشطفين جسمك وتفركينه وتشطفينه بصابون الا بغسله هذا شعرك بماي، خلصتي خليتيه 5 دقائق. حلو تطلعين من الشاور شو تحطين؟ تحطين هذه صايره مثل مصل ترى، شوفوا مو اويلي. انزين الحين بفتح لكم واحدة انا، مع ان انا شوفوا ترى ماخذه شاور مخلصه الخطوات، بس براويكم شلون ما تدهن. اوكي راح اكسرها. اوكي كاهي فتحتها، راح اخذ منها شويه. تقدرين اذا شعرك قصير تغطينها، تقدرين تستخدمينها كذا استخدام، بس افضل كاستخدامين خلاص عشان ما تظل 3 ايام اكثر من 3 ايام. اخذت منها شويه، الحين شوفوا شلون راح اوزعها. شوفوا بنات اخذت شوي بيدي زين، طبعا بطبقها شايفينها تحدى ولا ريحتها تهب، شوفوا شنها ماي، ها حطيتها بيدي كذي وانزل لتحت. اوكي طبعا انت المفروض يكون توج طالعه من الشاور
وشعرش ليه الحين ما راح فيه، ما راح من الماي بالكامل يعني شبه منشف. ترى انا كاتبت لكم شرح على كل المجموعه، اوكي شوفوا. اوكي بعدها انت شنو شنو ممكن تسوين بعدها؟ انت تبين تنشفين شعرك بسشوار او تبي تربطين شعرك وتخلينه بدون سشوار؟ يلا تفضلوا. وين انا مع ان شعري ها دهني، الريحه خيال، خيال الريحه خيال، مو بس انه يعطي ترطيب، ينن. شوفوا 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 شوفوا، هذا خلف الكواليس هني التوتوريال. اوكي ذيلي كانوا توني بسم الحمام وتب كرامه قبل ابتدي اسوي السنابات. اوكي هذا كاهو الشامبو وهذا الماسك، وين هذا كاهو الانبوب شايفينه، تحطون منه شويه عقب ما تشطفون شعركم بشامبو، تخلونه 5 دقائق على ما تغسلون جسمكم، تطلعون تنشفون شعركم بالفوطه قبل لا ينشف بالكامل، تكسرون من هذه، هذه مو زيتيه، هذه اللي تعطي لمعه وترطيب للشعر، تينن وسشور عقب. انا مع اني اشوفهم بسشوره بس حبيت اراويكم شلون تحطونها. بكل نكسه تكسرونها وتقدرون تخلونها حق استخدام ثاني خاصه اللي شعرهم قصير. اوكي تفردونها على كامل الشعر بعيد عن الجذور عشان تعطي ترطيب ولمعه للشعر. روعه بنات وريحتها حلوه، وبالنهايه انت مو حاطه شيء ريحته غاز ومو حلوه، وخاصه المتزوجات، وانت راح تشوفين شعرك مع الوقت لا في نفشه ولا متقصف وطرافه تتكسر وفي لمعه، وخاصه احنا بصيف. هذه مجموعه اللي قلت لكم عنها روعه. مقله نعم، ولكن لما يجي احط حق البنات او في مجاميع تنفع الشباب لا جواب يزعلون، احط اشياء حلوه، احط اشياء حلوه والله مقتنعه فيها 100%، وما في احد يجبرني احط شيء، بالعكس ماخذ راحتي واحط اشياء حلوه. وهذا من البراندات الحلوه جدا جدا، الأورايزنج وايد حلوه من البراندات الايطاليه اللي جدا حلوه، جدا راقيه محترمه، تركيباتها حلوه. فحبيت اني اشرحها واعطيها حقها. الحين نفس كل مره ترى فيها خلاصه امور وايد كثيره، ولكن انا همني الارقان والمورينج هذا وايد حلو، لان زيت الارقان فيه دبل ضعف الفيتامين اي اللي موجود بزيت الزيتون، البنات اللي قاعد تحط زيت زيتون على شعرها، وفي مضادات اكسده قويه، وفي الاوميجا، وزيت المورينجا فيه فيتامينات بي اغلبها، بي 1 و2 و3 و6، وفي كثير من الفيتامينات وفي زنك، فوايد اشياء مفيده وحلوه. وفوق هذا كله المجموعه تطبيقها سهل، عمليه جدا، شامبو ماسك تحت الشاور، وانا اللي طالعه مو قاعده ساعه 3 ساعات، احط ماسك وراح تاخذين فايده منه، وتحطين بعده الامبوله هذه قبل لا تعرضين شعرك حق اي حراره. جوده، نوعه، نوعيه وتركيب، وفوق هذا كله ماده زيت، فمناسبه لجميع انواع الشعر لانها غير زيتيه، مو اويلي بنات. روعه. ودائما اقول اي شيء راح تستخدمونه راح تدعوا لي. والبنات لما اشوفهم باي مكان يسلمون علي يقول والله دكتوره ما قصرت، الله يوفقك. هذا اللي ابي، السمعه الطيبه فوق كل شيء. المجموعة هذه بعد راح يستانسون عليها اللي ما يحبون يحطون عطور للشعر، ما يحبون يحطون شيء، لأن مو بس فايدة ولمعة وما في تشابك. طبعا شعري قاعد مش طبيعي بأصابعي ها؟ زين؟ الريحة، الريحة، الريحة تينن تينن. وبس والله، ودي أقول عن وايد أشياء بس خلوا كل شيء بوقته. وايد اشياء، وايد اشياء ان شاء الله يا ربي الله يسهل، بس ما راح اقول الحين. شوفوا بنات اطراف شعري شايفينها، نسيت اقول شغله، ترى هذه اللي حطيت لكم اياها عادي شامبو، ماسك، امبوله، ترى هذا عادي، حتى الشعر المصبوغ هذا ما تاثر على الشعر المصبوغ نهائي ولا تقلب لونه، بالعكس انا بيل اصلا البنات اللي يصبغون شعرهم دائما، اللي يقعدون تحت التانية، اللي معرضين حيل حق تقصف الشعر، تلف الشعر، بهتان الشعر ونشفان الشعر. البنات اللي عادي تبي مجموعة عادية بس تبي تستخدم شامبو، تبي بلسم حلو، ماسك حلو حق الشعر، وتبي شيء سريع، هذا من الأشياء الحلوة. وتبي هي بخلال يومها وايد تستخدم سشوار،
ستريتنر ما هالامور، مع اني نصحت وايد عن الستريتنر ما احبه، ولكن على الاقل تقلل الاضرار على شعرها. شلون؟ بان ترطبه من غير ما تخليه زيتي وايد، وبعدها عاد شوي ما يتاثر بالحراره. لما يكون الشعر جاف حلو وتبين الحراره راح يتنتف يتكسر من بعيد كذي.